قال الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس. عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى لكل المخلوقات، الجن والإنس، المسلم والكافر. قد تقدم معنا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، كل الخلق عبيد لله تحت قهره وتصرفه، التجوا واعتصم. ملك الناس، وهذا تقدم معنا في تفسير سورة الفاتحة، أن الله سبحانه وتعالى ملك ومالك، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. إله الناس إذا كان هو الرب لابد أن يكون هو المعبود سبحانه وتعالى، فهو الإله المألوه المعبود محبة وتعظيم. من شر الوسواس الخناس، الشيطان يوسوس ثم يخنس، يفر أحيانا ويخاف عندما تقبل على عبادة الله عند الأذى. الذي يوسوس في صدور الناس فماذا تصنع؟ تستعيذ بالله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الشياطين كما ذكر الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: شياطين جن وشياطين إنس. وأخطر ما يكون شيطان الإنس، لأن شيطان الجن تستعيذ بالله يخنس ويذهب، وشيطان الإنس تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يزيد. أي نعم، هذا واقع. اليوم هناك من شياطين الإنس ما يقول لك: لا إشكال في مشاركة هؤلاء في عادهم واحتفالات، احرق اللحية، ولا تكون مع المسلمين في الصلاة، ولا تصنع، ولا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: نعم، أنا كذلك أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن حتى أصبح البعض الآن يعني ما يصرح حتى ولا يقول أنه مسلم. فهؤلاء أشد والله من شياطين الجن، ولا بد أن تحذر من هؤلاء. لأن على ما يذكر العلماء أن صحبة بعض الناس سم قاتل، أشد من هذه الأمراض التي يذكرها بعض الناس أنها تنتقل وكذا بإذن الله. سم قاتل، ومصاحبة بعض الناس داء مرض، ومصاحبة بعض الناس لا داء ولا دواء، ومصاحبة بعض الناس دواء. من صحبتهم سم قاتل من هم؟ أهل الكلام وأهل البدع صلى الله عليه وسلم. ومصاحبة بعض الناس داء أهل المعاصي والمنكرات. ومصاحبة بعض الناس لا داء ولا دواء، هذا الذي ما يصنع معك شيء، يمشي لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، يعني لا يأمرك بالمنكر ولا يأمرك بالمعروف، مسالم على ما يقول بعض الناس، هذا مسالم. نعم. الرابع مصاحبتهم دواء علاج وشفاء، وهم أهل السنة، وبخاصة علماء أهل السنة والجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يرينا الحق حقا، وأرزقنا اتباع الباطل باطلا، وأرزقنا اجتنابه. والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.